لا والله ما وريتش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك هتيجي؟ مش هيك، انا حر. بس يوني مستنياك. شباب بيحبوا ونمبر وان، عايشين كده لينا ستايلات، كل حياتنا يا حب يا فن. لا تغيرنا ولا تأمرجنا، ومحدش في الدنيا شركنا، والأصلنا دايما ريحنا وسبنا، ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي. أنا مبسوطة قوي إن أنت جيت. ما أنا مقدرش أفوت أي حفلة، أنت عارفاني. طب تحب بقى أقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي انا متعود على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيم. حلوه قوي الحفله بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفله عند واحد من الشله. على فكره طارق شكله زعلان من اللي حصل النهارده. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انت مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين. طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجه تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي، وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انت يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه؟ خلاص قبلي. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. يا ماما انزل. لا عادي. لازم تبقى عادي طبعا. شوف العيال ومقايستهم، واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي. ايه يا عم؟ مالك زعلان من ايه؟ من قلة يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اتنين. يا ماما قايل لك 100 مرة انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ ما بتضحك معاك، وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعى غرك زي ما يغر انجي، لولا السيجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك، انا معتبرك طحنته. لسه معاك طابع؟ معايا، بس انت افورت النهارده يا كبو. يا بقى فيها كبو.
اخلص فاتح مني. يلا خد اخلق ربا. انتم مغرورين في الواد ده وانا هوريكم. الله معك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباك يا؟ دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي، انت بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم. بعد اذنك. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر وانا مش شايف في اي حزمه. واضح من الصور دي ان باباك بيحبك قوي يا انجي. ايه ده حلقي وقع؟ وريني كده بسيوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجز. ده الستايل. هاتي حاجه بكده ركبه بس. فين اللي يحصل ده؟ بابا. ها؟ ابن حلال لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط، حضرتك انا كنت مركب لها الحلق، حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجة حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي، اسكت انت مالكيش دخل، الندل ده هو اللي غواكي ولوش شرفي. والله ما في نقطة مية انت ارتشت على شرف سعادتك، أنا لسه عارفها النهاردة الصبح، يعني ما حصلش حاجة. وأنا هستنى لما يحصل. تعالى هنا. إيه اللي دخلك أوضة بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. ماما عادي طبعا. عادي ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه؟ ان شاء الله عايشين في امريكا. على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا؟ بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على الحفله فيها. ايه دي؟ اتفضلي يا هاني بقى، دي اشكال تصاحب بنتك؟ ولا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه كمان؟ ده انت طلعت لازم تهدلها فيه لو عملت ام ميمي. ده انا كويس اني عايش معاكي. ده انت ما تعيش. انت بتقول امك ايه؟ انا هجيب لكم ظابط. ابعدي عشان عشتك عشان مني يا شيخه. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم، انت معرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه؟ وانت يخرس انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عاوزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريت نتفاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم انت عصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. امال فلق دماغ ده ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه، انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟
راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنت وسط الصورات والمخبرين؟ انا ماناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك، انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها، دي طلعت بنت طيبه وغلبانه. يا حبيبي ما تقول لي ان قلبها قلب خصايه. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه، تخيل ابوها بيخون امها مع موميمي. مين؟ موميمي. ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده، ده ابوها راجل غبي طلعت ربعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعه، تعمل ايه البنت بقى اللي عايشه معاني؟ ضحيه. بلاش كلام فارغ. انت راجعش ورايا ليه؟ انا وراك. ها؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين، لولا ابوها دخل. احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وطي يا ودواء. ايه ده ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي، زمايل يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا فقر ويضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما ده ده بقى خاله. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خال. بس مفضل. دخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا ياض؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز من الساعه وقت القبايه؟ او تبان عليك عاملين دماغ وسخه، بس اوعى تسوق فيها يا ياض، انت بتكلم ظابط. بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلب المحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه ده ظابط بجد يا هلا؟ الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاكي قوي. طب عشان تصدق، ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا، انا بشتبك باهلك. بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكاية إن أنا بنت عندها طموح وبجري على أخواتي، تفتكر لازم تقبض علي عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم أنا ما أقدر أجيب سيرة لحد، أنا مش قد حضرتك. بص يا باشا، أنا هساعدك بس مش عشان خايفة منك ولا عشان عايزة منك حاجة، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. في حد شوعي يفعلكوا يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمحاضرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحقد الطبقي. بقول لك يا بت، انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت، تعالي هنا، معاك فلوس مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه.
بهزر معاك. خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟ ازاي؟ افتح ايدك، افتح ايدك، اعمل دماغ. استني هنا. ايه ده طابع؟ حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع.